بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، وتاسعها طمأنينة في كل من الركوع والسجود والسجودين والجلوس بينهما والاعتدال ولو كان في نفل خلافا للأنوار. المهم الفترة القريبة أمانا لهمو ركنك طمأنينة دانا وأمدسي خوش بهمو يكردو بيك عن طمأنينة لهمو يانا ركنة كارباشي شكلو بلام بعد نواج السنة شابه شون شكا التزامي سنة كذا بي أركان نواج بري وبري يا التزامي مكا يا جوان بيكا باش برام بلام أنوار وانا علي أنوار أنوار بيش أمانة أنوار أردبيلية يوسفي أردبيلية رحمة خويلي بي حوصو حفتا وحو تقريبا وفاتي كردوا على نوايا دو ست صال بيش ابن حجر وفاتي كردوا أولا نفلا قيشكا تو النفل بوته هرنيك هم جايب أبو حنيفة إيش اطمئناني بلا واجبني لا نوجه كان أيتر أوش قول أبو خوي براسي بقوته وضابطها سيد تركي كان كترك كان نوجه كان ملاحظي أنك أغلب أن عوام كان طمأنينة أن هرني حنفي مذهبا بعد أري ولا وضابطها أن يستقر أعضاؤه بحيث ينفصل من انتقل إليه عن من انتقل عنه ضابطي طمأنينة وتاني أعضاء أو إنسان استقرار بقري جي بقري يعني بوش وكتول اعتدال داء بزي بو السجدة أبي السجدة كول اعتدالك جابته إم جاء بي الركوع كول اعتدال جابته كهلا سيتول الركوع بوش ونتيك لأن كي كزن زاني چي كي باش برام وعاشرها تشهد أخير ديام تحياتي أخيرة أجركائج ركن لأركان صلاة وأقله سيري أم أقل لك تشد مجوال النسويتي يعني كرتيكي مراعاة قواعد الشكلوتي هيا ما رواه الشافعي والترمذي التحيات لله إلى آخره جاء أما تنشهره هنا ميلي بارية لفاشا خوش شرحي كردوه أم شرحي لفنامة نكاية يعني ميلي بارية ألي تهتمته تتمي أم تحيات أويا سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سيدك السلام البلامك إلى بردوش انك واجبني سلام علينا وعلى عباده الله بعد الله الصالح انك معنا كيف تواقيني باش برام أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا وأن محمدا أشهد دبارنك يعني أقل أمانك أقل أويك بلين مجزئة يعني تو اگر کسی اگزور کودنا فیلی تحیید نابیه بتوه اقل لکی پیل برکی امی پیل برکی و کف کافیه باشه برام ویسنو لکل اما ایتر زیاده ویسنو لکل زیاده زیاده المبارکات و صلوات و طیبات یعنی بو همو کسی اما زیاد که ایتر نظام لکل مبستی پیل ای لکل من الامام والمنفرد والمأموم جوان او شرحكي يعانيه هل يقل إمام منفرد ومانا يعني إمام بيوزناك بتي برز بمأموم مكانك عم جاء مزياوك المباركات والصلوات والطيبات بوي هي بابي برز يوانيش أما بخواني أما السنة ما عادي أكمل كيتي وأشهدو الثاني كنالي وأن محمد رسول الله بلي وأشهدو أن محمد رسول الله هو السنة ماشي برام وتعريف السلام ما لي سلام عليك بل السلام عليك أيها النبي في الموضعين السلام علينا لا البسملة بسم الله لا تحياتها سنة دي بسم الله ولا أول سورة كان سنته لا ركعتك كان بس لا تحياتها سنة دي بل بسم الله الرحمن التحيات وارد نبوه لا البسملة قبله ولا يجوز إبدال اللفظ من هذا الأقل ولو بمرادفه تسيري أقل لك بكرة وقرر بو أقل لك من لفظك أقورة ملام قيشك فرقينية سلام عليك أيها الرسول دروزنية نجاتي ورحمة الله ألمتي سلام عليك أيها النبي وبركة الله دروزنية باشا برام أيان إتري شتيك نجاتي سلام عليك ألم تحية عليك أيها النبي دروزنية نابي إبدالي لفظ بكم لا أقل لك باشا برام يعني حتى النبي بكي برسول رسول كي بالنبي دروزني وعكسه ومحمد بأحمد بلي وأن أحمدا رسول الله وغيره ويكفي وأن محمدا عبده ورسول اختصار بكي بلي وأن محمدا عبده ورسول وقيناك نواصل نبي سمع لك سلفي أنا الله
شكب يا مرفالة جيانا ما الله السلام على النبي بل كنا زمو نازل زور عقام ليني ترى وان وردكالي شيء سيرة دوني بل بل أن محمد عبده ورسوله لا وأن محمد رسوله دروزني لا وأن محمد رسوله يعني لا يجوز ويجب أن يراعى هنا التشديدات شد كان بلا شوني خويا بلي وعدم إبدال حرف بآخر حرف النقوري والموالاة وبيقل دوائق بخويني وشون ما نسي تو بيني أنزور نخي وايلة بيبوكو دو كلامي لبيع عرفا والترتيب بلي لا الترتيب واي لا الترتيب ترتيب واجبني يعني إن لم يخل بالمعنى بهم رجي كوازر لمعنى كان دا مثلا بون منا وربو أقل لك لجي مثلا من ترتيبك تيك التحيات لله باشا التحيات لله ام جاء عليهم سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين سيرك معنا امتياجنا دعا أما لقيناك باش برام فلو أظهر النون المدغمة في اللام في اللجاتي أن لا إله إلا الله بلي أن لا إله إلا الله يسهب أخواز وركز والله خطيبك بصر من بره جم جابوا خلني أشهد أن لا إله إلا الله خطيبي سر من بريش لأخوي أن لا إله إلا الله أكتب أن لا إله إلا الله أجدت أنه إظهار كرد أبطل لتركه شدة منه شديك واز لهنا نازل خشدك أخوي لدخ منه هناك ودرزبو كما لو ترك إدغام دال محمد في رسول محمد الرسول الله بل وأن محمدا رسول الله دروزني أي بو دروزني أخو إيش دغم أخو أول مشكلك أو يبو يعني بلقيان بدسوني سن سلواء إشكالي بورد باشا محمدا تنوينة دغم كلا أول رسول الله شدك أبو هاي دالك وكمن تنوينة كم جرائي و بو دروزني بلقي كان في أبو خوش بو بلا أشهد أن محمد رسول الله من سلم أو غلط إيه باش إبرام ويجوز في النبي بهم زيج دروس شنك عيني معناه يعني باش إبرام وحادي عشرها صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعده لدواي تحيات وكو تحيات تأيبك بيان مانك أقل لكي بلام صلاة لسر في أغنبرة وشتيك ترى دعي تحيات واجبة ما حتى بركنا يسر بخوي دانا وبلي واحد عشر وها باش برام بلام دعي تشهدي أخير نا أول فلا تجزئ قبله أقل شاعت معنا كبيش خي ترتيبك لبيش شاعت معنا بني أمجا عفو لبيش صلاوات بدي أمجا تحيات بخيني أدرسني وأقلها اللهم صلي على محمد أولا أقل لك يدي صلي يعني ارحمه رحمة مقرونة بالتعظيم أو صلى الله لجاتي صلي بله صلى الله على محمد هدرس يا على محمد ملا على رسوله وعلى النبي برام على أحمد دروزني شنك والد نبوه باش برام وسن في تشهد أخير أم صلوات لديار محمد لتشهدي نعم اشتكي ترى خبرك إنها توجد وسن في تشهد أخير وقيل يجب صلاة على آله أما ليلة تشهد أخير الصلاة لسر آل سنة اللهم صل على محمد وآله وعلى آله بل وقيل يجب وابزان ميتو سرياد من منهاج ترجيح أم قيلات يأتو سرياد واجب بل فيحصل أقل الصلاة على الآل بزيادة وآله بل صلاة على محمد وآله إيه لا يتوشونا مع أقل الصلاة وآله صلاة على آله فيحصل أقل الصلاة على الآل بزيادة وآله مع أقل الصلاة
يعني أقل صلاة لسر في غمر بوي صلاة أو أي كوت من أقل صلاة كاتشي بوها صلاة على النبي أو أقل كم تيجشتن برام اللهم صلي صلاة على النبي وآله أو وأقل لك أقربين واجبة أقربين سنة بوا حاصلة به باش برام لا في الأول على الصحيح بل أم لتحياتي كما أما لسنة دنية لبنائه على التخفيف شو نشي تحياتي كما خويا تخفيف تيابي ولأن فيها نقل كل ركن قولي على قول وهو مبطل أما نلين صلاة خوي ركنة أجر نقلي بكيب لتحياتي دوها مبويا كم معناه نقل ركنة قولي كل بوكو فاتحة وبريبو بناو ركوع يعني تاكس سنة التحيات نا نا ونا لا يا كما تاشعت مع البلد أما أنواع على البلد بلام مهني منهاج رأيت ليه يا عبدان مولى سنة اللي هي كمش أما يكوا عليه مبطلة عليه شنتي ستو أجر فاتحة للركوع أخي إنه شكوى تعالى شنتي ركنة شيء قولي نخل كردو دليل إيش ركنة شيء قولي نخل كي أو يكهيدو هم أي نبو يك من عين شكت بتعالى باش بلام واختير مقابله لصحة أحاديث فيه بلا مقابل أما اختيار كراوة أم قولة أي الأصح وها أنها تسن في الأول شو ليه أم يشربوا على الحمد لله عليه المقابلة كي اختيار كراوة أو صلاة على محمد لأول شا هر سنة واسكوا ليه باسكوا شي إيواني فيحصل أقل صلاة على الآل بزيادة وديارة زيارة وآله مع أقل الصلاة لا في الأول صلاة لسر آل أولى سنة دنيا على الصحي دي مقابل الصح عليه صلاة لسر آلش سنة عليه واختير مقابله مقابل الصح الجراوة لصحة أحاديث فيه حتى يعانك إن شاء عليه عليه واختير مقابله أي مقابل أي الصح وهي أنها تسن في الأول سنة صلاة لسر آل لأو تحياتي كمشة لصحة أحاديث فيه أي في المقابل به رونة تائرة ويسن أكملها في تشهد سنة أكمل صلوات في تشهد أخير لتحياتي أخيرة أكمل صلوات كامية وهو اللهم صلوات إبراهيمية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما يا وادي روايتك ترجيح أمر رواتي في العالمين تانية لصلاتك اللهم صل على محمد وآل وشديك يا هذا والله بطالبين والله كاكيان أو جار صلواتك هر أوني اللهم صل على محمد وآله أوانا واجبة كما دم أوانا واجبة إن جاء ما قاعدة جناب باسكر هو أهل تجويد وآلهن ألين تجويد خواعيد تجويد بس لقرآن واجبة وبس لقرآن مراعاتك له إيه ما كوي قرآن ما قرآني خواعيد تجويد واجب نية لخارج قرآن هر بويا من تعجب لي كيسالي وأن محمدا رسول الله اللهم ما قال ما بس يقول وأن محمد ببيتنين وببيشهد أو مبطلة أين تبلى أن محمدا رسول الله أبو مبطلة وما جال ما قرآن نية قواعد تجيب أي بل باش أبرام إمتى تجود جيش قواعد نخبر متوع عوام جدامة وبهزار بلاتي قتافير نوجو كله إلا شو بيعلن بقواعد تجودة وما إدغام وما إخفاء وكل آخر خورا كيب بسرية تافيري نوجوكي أبيتو مراعاتي يعني سكا من ناتوانم بلي كا هين شان مصر شان مليون مسلماني تيا يعني دولي تشل مليون مسلماني تيا بقيلة زيادة ليجيسا نفوذ زور زيادة بكردو هند يهم يا أغلب يالا بسم الله الرحمن الرحيم يعني لروج قيامة أخواني هجم عالم بتاركاتو بابا اخوة برحمة هتناشت واني ايش بكا معذورة معذورة اذا ترك
ام اصطلاح تازيان كونا كان ناك با حروف عربيان بحروفي حروف تركيان بعربيان وزي باش تربون اسك بحروف لاتينيه انو سنو اخوان نو حضارات كان لاتينيه حيان بوناي اتشبكا والله الحمد لله اي اوانش حيان بوناي باش برام إنك حميد من يعني براسي فراواني يعني حتى مثل ما ويا في موايا أوي ما مشافعي خوي عرب ورحمتي خوي لبي بوشونا كي ويا لدعاء بعربي نبي دروزني لا لن يوشو شنش خوي عرب وفارسي نزانيو نيزانيو فارسن داماون بالنسم وزعو كردي نزانيو تركي نزانيو برام أبو حنيفة واسع تربو أفر من يوش فاتحاش كبا بكردي تحياتش كبا كردي دروس شنش أو زانيو تي كفارسن توشي نار حتي بنت عفيري نوجك تتغير الفتوى بالزمان والمكان وسن في تشهد أخير ولا بأس بالزيادة والسلام تقدم في التشهد بل والسلام تقدم في التشهد لا باشي تشهد باشي سلام ما نكرد سيعادينا كينو فليس هنا إفراد الصلاة عنهم إن تو علي باش اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أي بوشي باسي سلامتي أنا كي بوشي إفراد صلاة كردو ألا بابا إفراد ما نكردو ولا تشهد سلام ما نكردو ولا سلام محمد صلى الله عليه وسلم ليري صلواتك يبون يا دينو ليك جلسة شاية ولا بأس بزيادة سيدنا قبل محمد كلمك سيدنا بيج محمد زيك اللهم صل على محمد لا بأس لا بأس باش برام وسن في تشهد أخير دعاء والله رحمتي خوي لي لا بأس برام أو لفظي في غمر فرميتي أو أفضله خوي فرميتي آوى صحابة كانت يعني رسول الله ما زين شون سلام اللي يبكين أي شون صلوات اللي جاردين فرمي آوى صلوات اللي جارد لفظك أي في غمر زول لفظك أي من قولة له كمن هذا بجير بوخو وسنة في تشهد أخير دعاء لتشهدي أخيرة دعاء سنة بعدما ذكر كله يا بعدما ذكر كله بل وأما التشهد الأول فيكره فيه الدعاء شنج لبنائه على التخفيف حقني تطويل جابك لي إلا أن فرغ قبل إمامه مقر مأموم بيش إمام لبت ونزانة شبكة ليب أخوي دعاء صلاة يا بوالد يالي فيها غمر باش أبنام فيدعو حينئذ ومأثوره دعاء مأثوري دعاء تحيات قولت له لدعاء غير مأثور أفضلوا وآكدوا أما هل أو قصية كيسا من عرض مكردي وأفضلوا مأثور باشتر لدعاء خمان وآكده باشترين دعاء مأثور ما أوجبه بعض العلماء أو يكهند العلماء لنهر واجبي شبيخ وين الناس الناتا باشا برامبوي لو خلافة درشي وهو اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر خوايا فنادى قرنبته لسزاي قور ومن عذاب النار لسزاي آقر ومن فتنة المحيا والممات لفتنة وفرتني جيان ومردن أخر براسي سكراتي مردن فتنة ومن فتنة المسيح الدجال لفتنة المسيح الدجال كدنيا دا أقري جقل مكة ومدينة ويكره تركه كراهتي هي أم دعايا تركي شنشي هندك بلان واجبة ومنه لو دعاياني كآكدا اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت خايا ليم ببورة أو يبيش مخصو أو يشي كدعايا خم وما أسررت وما أعلنت أو إني هيني أو أشكرا كردومة وما أسرفت أو كوالا سنور درشوم وما أنت أعلم به مني أو قناهانيك خون بيل من معنو نايزان متوب عشر إيزاني لمن أنت المقدم وأنت المؤخر دونا يجواه دونا ولنا وجوانا كان إخواتو بيش خري تو دعا خري لا إله إلا أنت هج خواياني إلا تو نبي أما أمدو هنا رواهما مسلم أمدو دعاء مسلم روايتي كدن ومنه هروها لو دعاء قولانيه أي أيضا دبارة اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا خوايا من ظلم كدولة خم بظلمتي قولة كثيرا زورا ولا يغفر الذنوب إلا أنت كزل قناه نابر جغلته فاغفر لي مغفرة من عندك ليم خوش بابا ليبردنيش لا يخوت إنك أنت الغفور الرحيم توزير زور ليبردو بسوزي رواه البخاري ويسن أن ينقص دعاء الإمام عن قدر أقل التشهد دعاء إمام هقوايا كم تربية لأقل التشهد كخوين مان بوي التطويل نبيتو شنشي أقل زيادة ربو في بسيبة إذن محصورين هي والصلاة من أقل التشهد والصلاة على النبي
صلى الله عليه وسلم أو صلواتك كلا دياري بيغمرك ديارة أقل لك حسابك. قال شيخنا تكره الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أدعية التشهد. دعائي كدعاء كان تشهد خيني بلي من صلواتك تري من دياري بيغمر شنشي أمر هاتو بصلوات لدعاء دعاء لراك راهتي شنشي شد زيادك إلى خطو شد زياد مكان. وثاني عشرها دعاء ديم لأركان قعود لهما إلا تشهد كتو تشهد خويني نابي ببيو بخويني نابي بالركوع على الركوع على السجدة بلا سجدة بلا كتك تحياتك يا شيخ مولا كولي خومي كمو هلص مي أكثر نا بداني شي قعود لهما إلا تشهد الأول والثاني والصلاة لهما للتشهد والصلاة وكذا للسلام وسنة تورك فيه أي في قعود التشهد الأخير سنة التورك لدانشني تشهدي أخيرة وهو ما يعقبه سلام كواب أو دانشني كوا سلامي بدوايا حتى أقر أثمان أقر سهو شكر بو أو زاني أبي السجدي سهو بري تورك مكا چونتي زرنا رحت التورك بتبرا السجدة كواب أقر مسبوق بوي فلا يتورك مسبوق في تشهد إمامه تشهدك بو إمامك أخيرة بس بوتو أخيرني تورك مكا چونتي تو هلاسي لتورك هرسان وزرنا رحت باش برام في تشهد إمام الأخير ولا من يسجد لسهو أو يك السجدة سهو بتورقنك وهو كالافتراشي هروكو افتراش واي لكن يعني تورقوكو افتراش واي بلام فرق كيان أوي يخرج يسراه من جهة يمناه قاتشي شبي لجهة الراس راسي ودركا ولوتي بنجكاني دركا ولم لاو كسلم لا يوبي للا راسي يوبي لوتي بنجكاني دبيني باش برام ويلصق وريكه بالأرض رقلي كومي أنثيني بأرزك ووضع ووضع يديه في قعوده في قعود تشهديه سنة دس دابني لا دانشتني هردو تحياتك يا على طرف ركبته آبم شيوا بحيث تسامته أو برانبري الركن بي برانبري الركبة كوبي تسامته رؤوس الأصابع ناشرا أصابعه وتدس أو بوكزيلي مكة بيكرو ناشرا أصابع يسراه دسي تشبت أو بكرو مع ضم لها وتبنجكان أو بلاو في مكة بل أو بيني سنبيكو بنجكان بل قبض شي مكة وقابضا أصابع يمناه بل بنجكان دسي راست بكب بوكزي إلا المسبحة إلا أو مسبحين به عند فيشلا سبابة باش برام بكسر الباء مسبحة وهي التي تلي الإبهام ويك بدواي بنجا قورادي خنصر بنصر وسطى مسبحة إبهام باش برام وهي التي تلي الإبهام فيرسلها عبر لايب كابروهين وسن رفعها أي المسبحة مع إمالتها وتوزع عويش لبك قليلا عند همزة إلا الله ما شبرام لكاتك علي إلا الله للاتباع وإدامته إن جاء أو الرفع عبر دوامك كي يكزار هلو بري تر عوي لمك أمر رأيك يواعي بس أمان بخواجها تر عويش لبك سوريا دا ما شبرام وإدامته إيه الرفع فلا يضعها دائنا يتوى كيف برزي به لتو إدامة يبكى فلا يضعها دائنا نيته هلبرته بل تبقى مرفوعة يعني أو دائنا نيته بل ببرزي أمينته إلى القيام تهلسيته أجر تحياتي يكمبو أو السلام أجر تحياتي دهمبو والأفضل قبض الإبهام بجنبها أو إبهام بنسيانة بنجي شاية مانو بأن أمواله قبض الإبهام بجنبها أو نين سبيله شيء مواقع مثلا بجنبها أو بجنبها بنسينا بفنجيشة يتمان وباش برام بأن يضع رأس الإبهام عند أسفلها أو رأس الإبهام لا لا خواري أم دامي قبض آنية ها قبض كوالي الله والأفضل قبض الإبهام أخذ قبضك زاي توزع أولي بكابوي بجيتا أولكي
بوي اگر اوانا بناتي تا اولا كيو وادي دريجي نكات و اوا دي توزي قبضي بكا للاي اولي بنجيشا تمانا دايبني على حرف الراحة للاي بنجيشا تمانو كناري ناولبش اوا اوا ديانا توزي قبضي اي اتل امانا صفتي صلاة كعاقدي ثلاثة وخمسين او سا اشارة بولنا عربا اوا ينكر ان يما بنجاوسي وكو كسك عقدي 53 كا لانه عربه اشاريها بو ام يعني بنجاوسي يعني شيء بنجاوسي شيء مكو ادي اجت ناس ابو سال اولادي بو كسك تشين بو سفر ا اجتوز كات كان من جواز بو يا نما نزاني كمان بيشكوين بياني بو روما نابدين لدرجه حسين اما نو كا كان كسك مال بيشو روشتين قلاطيه بكاله فلان شو انا خلاطي يعني سو شو برد ما خسر يك يعني من روجتو يتدوهم كها أو خلاطي الرخان بوي خلاك يدسر لنا شوي شون شي زور كذا اتفاق كذا ريوبانا دوهم كأهاو أكثر خلاطي كي الرخا يوم من لفلان شو أنا خلاطي كبوك دوهم كأهاو خلاطي كي الرخان بوي يسر لنا شوي كذا كي تدوايا أول نشان كل ديبو لبيني أنا باش برام ولو وضع اليمنى على غير الركبة أقدس الرأس لسر غير الركبة دانا يش إيه يشير بسبابة دها حينئذ ولا يسن رفعها كعاقد 53 ولو وضع اليمنى أي كفه اليمنى على غير الركبة أي على أي غير قرب الركبة يعني دعاء لدعاء ودائنا إيه يشير بسبابته يشير خبرني لا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.